83 من 83، لكن أنا أحكي عن عهد نوبي قديم. نعم. أحكي عن أجدادنا. والشخوص دي من أجدادنا موجودين. يلا مع التواكب بتاع تطور النوبة من 83 إلى 2009. لا مش تطور النوبة الآن، لا نعم. تطور تاريخ النوبة. تاريخ النوبة. في نعم. الأريا أو في المساحة نعم. التي نعم. أعرفها. نعم. فالنص يتنامى طوالي وماشي. النص أنا بغنيه بمصاحبة الطنبور. والشريط الأول طلع والشريط الثاني طلع والشريط الثالث في السكة وهي نفس الملحمة بإيزي وهيلة. نعم. لما حسيت إنه عايز أقرب الفكرة دي لآخر السوداني أقول أنا أعبر عن ده كيف، فقمت كتبت رواية باللغة العربية الفصحى باسم رواية الإيزي وهيلة، هي قيد الطبع الآن. وللحيقرأ كتاب إيزي وهيلة حيفهم التراث بتاعنا، شكل حياتنا، الطريقة اللي كنا بنفكر بيها، والواقع التاريخية اللي وصلتنا للحالة اللي احنا فيها، بل فيها تلميحات إلى استنهاض الشخصية داخل النص إنه هذا ليس نهاية العالم. ده ما قصة الطبيب والملحمة. أيوة ما أقصد إنه دائما الهزيمة أولى خطوات النصر. نعم. يعني الرواية كلها بتقول كده في النهاية إنه يجب أن لا نفكر في الهزيمة بجانبها الأسود، إنما بجانبها الأبيض التي تعتبر أول خطوة من خطوات النجاح. هي رواية. هي رواية. نعم. ليست شعرا يعني. لا لا. يعني محكية. لا لا مكتوب رواية عادية كده كتاب. نعم. باللغة العربية الفصحى. جميل. طب يا يعني أستاذ مكي، أنت برضك في احتفائك باللغة النوبية وباللهجات النوبية ما غنيت بس ب يعني بلغة بلهجة المحس، وإنما برضك بالرطانة، فنحن عايزين نسمع أغنية برضك. طبعا احنا قلنا النوبة الوطن الأكبر ده يعني بيشمل اللهجات الكثيرة دي، لكن في النهاية انت ذاتك ساعي لانه الحاجة توحد عبر الثقافة وعبر فنون وعبر أغانية يعني. فنحن عايزين نسمع كده مثلا أغنية بالروتانة بتاعت الدناقلة، مع انك انت طبعا متحفظ على كلمة روتانة، لكن طبعا احنا بحب التعود عليها يعني. يا انت قلتي أغنية، ما الأغنية الحقولة دي ما باللغة أو باللهجة الدنقلاوية. أنا زي ما قلت لك اللغة واحدة وشوية اختلافات بسيطة سموها الناس يسموها لهجات. ولكن لما مكة علي الرسي التقى بالشاعر النوبي نوري السيد علي أنا شغال في هذا العمل، فكرنا في إنه عشان نسمع سوا ونقرب البعض. ايه رايك قلنا لبعض انه نالف قصيده باللغه المحسيه والدنقلاويه في آل واحد. جميل. ولحن واحد. انا قصدي التقارب ده بين اللهجات. أيوة. بتاعت ده تم انجازه قبل سنوات وغنيناها سوا، وحتى في النادي النوبي اخرجوا اخراج فني رائع. وانا احيي زميلي وصديقي الموسيقار إبراهيم سوناتا ومجموعة اللي أخرجوا هذا العمل. الكلمات بسيطة يمكن عشان الناس تفهم. نعم. نوبة القصيدة هي عن كنوبيين إحنا، مش النوبة اللي النوبة الصغيرة دي، لا النوبة الكبيرة. كبيرة. النوبة الوطن. نوبة الكنين نب نبين درين. وتاتشيسون إلين ولا تارقين نوبة إكنين لنان أباق دنيان السكاك كير وانجلاك إرق النكاك نوبة إكنين دي باللغة المحسية وكمان باللغة الدنقلاوية. نعم. ووس الشبباج ووس الشبباج دو كوس كونان نجاج دولنغي ندي كاج بركل جبل باج نوبر كنين نوبر بداكونا توغر بتومبنا اقرب بسوكنا دول كين يركونا نوبر كنين.
كان نبنا بندرين نوما يبكينين نبنا بندرين وتاج صادلين ولا تارقين إلينا نباق أباق إلينا نباق دنيا نسكاك كيري وينجلاك أرغنكاك نوبايتيني شبباي واويسي شبباي دكوس كون النجاي واويسي شبباي دكوس كون النجاي دلنغي نرديكاي بارك الجبل لباي نوبير كنين Nu badal gida, dingil ugiri dalob ni denida, nu bay. Yohora min kode, sab konyiluede. Yohora min kode, sab konyiluede. Kon asimutmude, kekapog jonar made nuwanisine. Nabindirin, utachi sonelin, walotaragin, ubaibin. Tachi sonelin, walotaragin, ubaibin. Utachi sonelin, walotaragin, ubaibin. Tachi sonelin.
ولو تارقين سوداني كليل.